فيديو النهارده ان شاء الله هقول لك على 3 افكتات تقدر تعملهم في التكست بتاعك هيفرقوا في الشكل النهائي للتصميم تماما. من غير كلام كتير يلا بينا نخش في التفاصيل. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير وبسعاده. انا محمد علي ودي قناه نور ديزاين. كلنا ما نضيعش وقت كتير ونخش في الافكت الاولاني. قبل ما نبدا حابب اوريكم الافكتات اللي احنا هنوصل لها في اخر الفيديو ان شاء الله. ده الافكت الاولاني وهقول لك بتستخدمه امتى في الاغلب، وده الافكت الثاني. كل افكت من دول بيبقى ليه استخدام معين بناء على الهدف منه. وخلونا نبدا في الافكت الاولاني. والافكت ده انا بشكل عام بستخدمه لما بحب اني اعمل حاجه شبه لوجو لبروجكت معين، وليكن مثلا في ديزاين زي ده انا كنت عاوز ان شكل التكست يكون شبه اللوجو، بحيث ان انا اقدر احطه في كذا حتة ويبقى تايبوغرافي كده ليه كتلة معينة. نفس الكلام ده انا لما هشيله هحطه مثلا على ديزاين تاني بشكل تاني، هتحس ان هي نفس الروح بتاعت التايبوغرافي. طيب بنعمل الافكت ده ازاي؟ خلينا في البداية خالص نبتدي بان احنا نعمل سوليد كولر ادجستمنت لير، وليكن مثلا باللون البنفسجي المزرق شوية ده. وبعد كده هبتدي ان اكتب الكلمة بتاعتي، فانا اعمل مثلا الفونت من هنا يكون بولد، وهعمله ان هو يكون كابيتال كله، وبعد كده يعني هكبره شوية. الخطوة التانية هي ان هاجي من اداة الشيب تول، هعمل بس مجرد مستطيل كده، بس ادي المارجنز كفاية وليكن مثلا بالحجم ده. بعد كده مش هخلي فيه ستروك دلوقتي، واخلي اللون بتاعه اي حاجة. عظيم. النقطة اللي بعد كده هي ان هاجي من البروبرتيز بتاعة الشيب، وهبتدي ان ادي له راوندنس كده بسيطة، يكون ملفوف شويه من عند الحواف. هبتدي هدوس دبل كليك على اللير عشان ابتدي اني اغير في البليندنج اوبشنز واوصل للشكل اللي احنا كنا شايفينه. اول حاجه هبتدي بيها خالص وهي اني هعمل جراديانت اوفرلاي. من الجراديانت اوفرلاي هنا هختار لونين يكونوا ماتشنج مع الالوان بتاع الخلفيه. لو انت مش عارف ازاي تظبط الوان تكون متناسقه مع بعض، في فيديو كامل هسيبه لكم في الديسكربشن بيوضح لكم الموضوع ده. فانا مثلا وليكن هختار اللون الاكوا ده، ما يكونش ساتيوريتد قوي، يعني ما يكونش لون مشبع قوي، وفي نفس الوقت ما يكونش فاتح قوي عشان التكست يبقى فيه ما بينه وما بين الخلفيه كونتراست. فانا هختار مثلا وليكن لون هنا، دوس اوكي. والجراديانت اللون الثاني اختار نفس اللون ولكن بدرجه تكون افتح شويه. النقطه اللي بعد كده هي اني هبتدي اني اغير في الشكل بتاع الجراديانت، هخليه وليكن مثلا جاي من اليمين فوق كده للشمال، وازود السكيل سنه. وبعد كده هبتدي اني اعمل ستروك، ولكن الستروك هنا احنا مش هنعمله كولر، هنعمله جراديانت. يعني الستروك نفسه هيبقى جراديانت، وخليني بس اكبر السايز بتاع الستروك عشان اوضح لكم الافكت. بعد كده هنبتدي نصغره تاني. من الجراديانت من هنا هدوس عليها وابتدي اني اعمل كذا لون في النص. هاجي هدوس هنا في النص واعمل وليكن مثلا لون يكون جراي شويه كده، اعمل درجات من الجراي ولكن يعني بدرجات مختلفه. ف ممكن هنا يكون اغمق سنه، وهنا نحط مثلا وليكن لون يكون فاتح، وهكذا. انا كده بعمل ايه؟ بعمل شبه لمعه المعدن. وبعد كده هدوس اوكي. زي ما انتم شايفين انا بختار بشكل يعني عشوائي كده في النص، يكون الوان شويه فاتح وشويه غامق، وخلاص. يعني دي التركه كلها. الخطوه هنا طبعا انا مش هسيب الستروك ده قوي قوي كده، فانا هبتدي اني اصغر الستروك لغايه حد مناسب وليكن كده، وهغير في الانجل بتاعت الستروك ده للشكل المناسب. النقطه اللي بعد كده وهي هبتدي اني اضيف ستان من هنا، هدوس عليها وابتدي اني هعمل اول حاجه هقلل السايز تماما، وهغير اللون من هنا للون ابيض، واخلي البليندنج مود بتاعه اوفرلاي. ده بيعمل لي الافكت بتاع اللمعه اللي من جوه المستطيل دي، وابتدي اني اغير في الاتجاه بتاعه لغايه ما اوصل للاتجاه اللي انا شايفه مناسب. اعتقد كده مناسب، وممكن بعد كده اقلل الاوباستي الى حد كبير. عظيم جدا. النقطه اللي بعد كده والاخيره هي ان هضيف اوتر جلو، ولكن راعي جدا ان الاوتر جلو اولا يكون بنفس اللون بتاع الجراديانت بتاعي اللي هو في النص، ولكن اللون ده يدوس اوكي. ولكن نراعي جدا ان الجراديانت يكون خفيف جدا، بحيث ان انت تكاد تكون ما تشوفوش عشان الافكت ما يبقاش شكله مش ظريف. الحاجة الاخيرة بقى هي ان هضيف انر جلو، نفس الاوتر جلو اللي احنا عملناه بنفس الالوان وكده، ولكن هزود السايز حاجة بسيطة، وهقلل برضو الاوباستي حاجة بسيطة. وبعد كده هحدد التكست والريكتانجل، وهدوس كنترول تي وابتدي اني الوي التكست شوية. هدوس كنترول وشيفت وابتدي اني ارفع كده من نقطة معينة وليكن بالشكل ده، وهكذا.
وبعد كده ابتدي بقى احط بقيه العناصر التكست بتاعي. انا هنا عامل التكست بولد، فانا حطيت المسج اللي تحتيه تكون الخط السمك بتاعها ارفع عشان يبقى فيه كونتراست ما بين الاثنين. وبكده نكون خلصنا اول افكت. الافكت رقم 2 هو الافكت اللي بيديك احساس بالفخامه، وبتستخدمه دايما في العناوين الكبيره او في التصميمات اللي هي بتعتمد بشكل اساسي على التكست. يعني مثلا خلوني اوري لكم هنا مثال. هنا مثلا في التصميم ده انا استخدمت الافكت ده عشان ابرز التكست بشكل اكبر ويديني احساس بالفخامه والجريتنس كده، لان الاضاءه خبطه فيه. نفس الكلام هنا استخدمته في الديزاين ده عشان ابرز برضو حتة اللوكزري مع اللون الجولد. فهي دي الفكرة الاساسية من الافكت ده. خلوني اوريلكم هو بيتعمل ازاي. افكت بسيط جدا، ولكن يهمني اول حاجة ان التكست واحنا بنعمله يكون شوية كومباكت، ما يكونش عريض قوي يعني. فانا هقلل من المسافة ما بين الحروف، هخليها مثلا وليكن سالب 100 او على حسب التكست اللي معاك، لو عربي او انجليش بتفرق طبعا. وهاجي مثلا الكلمة اللي بعد كده هسميها نور ديزاين، اصغر التكست شوية. الافكت ببساطة هو اني هعمل ماسك من تحت من هنا كده، وهبتدي بالجراديانت تول. هجيب اداة الجراديانت، تدوس حرف الجي، وهجيب الجراديانت اللي هو من لون لشفاف اللي هو تاني واحد من هنا، وهبتدي اني اعمل كده. هشد بس كده باداة الجراديانت من تحت لفوق بحيث ان هو يديني جراديانت بالشكل ده. نفس الكلام ده مطبقه على اللاير بتاعت الكلمة الأولانية. وبعد كده هبتدي اني ادخل الكلمتين في بعض بشكل ما. ممكن ان انا احد الاثنين لايرز دول واخلي البليندنج مود بتاعهم لينير دوج، وابتدي اني اقل شوية من الفيل. هتلاحظ هنا عمل لي التداخل اللي هو ما بين الحروف دي. وبكده قدرنا ان احنا نحط التكست بتاعنا. هو افكت سهل وبسيط جدا، ولكن بيبقى شكله في النهايه شيك جدا. الافكت رقم 3 معانا، وهو افكت شويه برضو شبه الافكت الاولاني في كونه ان هو تقدر ان انت تعتمد عليه كشكل لوجو، وهو افكت انك تعمل التكست بشكل 3D زي ما انتم شايفين هنا. خلونا نعرف مع بعض الافكت ده اتعمل ازاي. في البدايه خالص انا هختار مثلا لون الباك جراوند، وليكن اللون احمر غامق شويه كده. وبعد كده هاجي من كلمة نور هختار فونت شوية يكون متناسق معايا مع الافكت بتاعي، وليكن في فونت اسمه هاي كوميك. طبعا هخلي الحروف شوية قريبة من بعض. وبعد كده هاجي من اداة التايب تول، وهدوس على العلامة اللي من فوق من هنا دي، وهبتدي اني اغير في الشكل بتاع التكست اخليه ارك. بس طبعا انا مش عاوز الافكت ده يكون قوي قوي، انا مجرد بس عايز التكست يكون اخد لفة بسيطة كده، وليكن مثلا 12. بعد كده هدوس اوكي. بعد كده هدوس دبل كليك على اللير، واختار الستروك من هنا، اغير الستروك طبعا اخليه كلر، واختار الستروك وليكن مثلا اللون ده. اخترنا اللون ده بناء على ايه؟ بناء طبعا على فيديوهات نظرية الالوان، لو شفتها هتفهم كل الكلام ده، ان اللون الاخضر والاحمر لونين كومبلمنتري ويكملوا بعض وشكلهم لايق مع بعض. طبعا ده اللون اللي انا بختاره دلوقتي، لازم اراعي طبعا ان هنا تكون اوتسايد. واللون اللي انا بختاره دلوقتي هو هيكون اللون بتاع السمك بتاعي، اللون اللي اخترته هيكون اللون بتاع السمك ده. بعد كده هاجي على اللاير بتاعتي، هدوس كنترول جي، عملت دوبليكيت لللاير. بعد كده هدوس كنترول تي، وركزوا معايا في الحركه دي كويس جدا لان هي التركه كلها هنا. بعد كده هدوس سهم لفوق وسهم يمين، بعد كده هدوس على علامه الصح. بعد ما عملت الكلام ده هدوس Alt Control وShift وحرف T، اتعمل لي نسخة بنفس الإفكت اللي أنا عملته، اللي هو عمل نسخة جديدة، ولكن بالإضافة إلى كده إن هو حركالي يمين وفوق. نفس الكلام هدوس تاني وهكذا، هفضل هدوس كتير لغاية ما أوصل للسمك اللي أنا شايفه إن هو هيكون مناسب معايا. أعتقد ده كده مناسب معايا، عمل لي طبعا 39 نسخة. هاجي هقف على أول لير، وبعد كده هوصل لغاية آخر لير، وهدوس شيفت وهدوس على آخر لير، بعد كده هدوس كنترول جي. يبقى أنا كده عملت الجروب كله في الليرز كلها في جروب واحد، ولكن أنا هاخد أول لير عندي وهطلعها فوق بره الجروب عشان دي هشتغل عليها شوية. عظيم جدا. بعد كده هدوس دبل كليك على اللير الأولانية، وهبتدي إني أعمل لها جراديانت أوفرلاي. طبعا الجراديانت زي ما انتم شايفين انا مختاره بناء على الالوان بتاعتي عشان تكون لايقه مع بعض، وليكن مثلا اللون اللي هو الاكوا اللي كنا مختارينه قبل كده، بس هفتحه شويه. دوس اوكي.
نفس الكلام هنا هختار لون يكون برضو فاتح شوية كده. النقطة اللي بعد كده هي اني عاوز ابرز شوية الحروف بتاع التكست، فهاجي من عند inner shadow هدوس عليها وابتدي اني اغير شوية في الافكت بتاعه. طبعا هنا الانر شادو اكيد انتوا عارفين بيعمل ايه، ولكن انا هستخدمه استخدام مختلف شوية. هغير البليندنج مود بتاعتي النورمال، وبعد كده هغير اللون بتاعي الابيض وهعلي الاوبستي تماما، وبعد كده هاجي من الكواليتي من الكيرفات اللي من تحت هنا من الشكل بتاع الشادو، هختار اللي هو الجاوزيان اللي هو اخر واحد على اليمين ده، وبعد كده هبتدي بقى اني اغير الزاويه بتاعتي للزاويه المناسبه. طبعا هقلل الديستانس دي تماما للحد اللي انا شايفه مناسب، وبعد كده هبتدي اني اغير الزاويه بتاعتي وليكن اخليها من تحت لفوق. اوكي عظيم جدا. طبعا زي ما انتم شايفين عمل لي الافكت بتاعه اللي هو الستروك الابيض ده. مش هنقف عند كده، كمان هنعمل ستين من هنا نفس اللي عملناه في الافكت الاولاني بالظبط، وهبتدي اني اعدل بس في الديستانس لغايه ما اشوف الشكل اللي انا شايفه مناسب. بعد ما عدلت في كل الاوبشنز اللي انا عملتها زي ما انتم شايفين الفرق ما بين الخلفيه وما بين الكلمه تحس ان هو مش كبير، اللونين غامقين مع بعض. فانا هحدد كل بقى اللي انا اشتغلت عليه ده، هدوس كنترول جي اعمله في جروب، بعد كده هدوس دبل كليك على الجروب نفسه وهاجي هعمل له ستروك باللون الابيض عشان يبرزهولي بقى من الخلفية ويديني الشكل اللي هو شبه اللوجو ده. والنقطة اللي بعد كده والأخيرة وهي اني هضيف دروب شادو يكون خفيف جدا، ما يكونش الإفكت بتاعه قوي، هيكون البليندنج مود بتاعه اوفرلاي، وبعد كده هدوس اوكي. وبكده نكون عملنا الافكت ده، تقدر تستخدمه وتقدر تعمله في اي ديزاين عندك يعني. وزي ما انتم شايفين هنا مديني نتائج شكلها حلو جدا، خصوصا في الحاجات اللي قريبه اكتر من حاجات كده تكون فاني وكالرفول يعني، فتقدر تستخدم فيها الافكت ده. بس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتدوس سبسكرايب وتدوس على زرار الجرس عشان ما تفوتكش كل جديد، واستنونا ان شاء الله في حلقات جايه قويه جدا. كان معاكم محمد علي. سلام.